عالم السفر والرحلات ما بيخلوش أبداً من الغرائب والعجائب، والنهاردة هنستعرض لكم أغرب أشكال لطائرات، منها اللي موجود حالياً بالفعل ومنها اللي جاري تصنيعه. وخلينا نبدأ بالطيارة دي قبل ما تتعاكس مننا. طبعاً الطيارة دي ما ينفعش تطير لوحدها ولا ينفع تبات برا المطار، ودي بقى لما يبقى تلات طيارين أصحاب ويقرروا يطيروا مع بعض. أما دي بقى فطيارة خمس نجوم، عاوز حمام سباحة هتلاقي، عاوز جناح خاص بيك هتلاقي، وممكن تنزل تتمشى بالعربية جواها كمان. ودي بقى طيارة معمولة على جنبها زي المصطبة للركاب عشان اللي عاوز يطلع يشم الهواء. أما دي بقى طيارة قررت ما تسيبش بنتها في البيت لوحدها، فخدتها معاها وهي طيارة. ودي طيارة تانية خدت ولاد أختها معاها برضو، هتلاقي فيه أحمد هو ورا على اليمين وبوسينة ورا على الشمال. ودي بقى الطيارة البطة، في السماء هتلاقيها وفي البحر هتلاقيها. ودي بقى طيارة على شكل ضفدعة، بس اوعى يغرك شكلها وتفتكر انها بطيئة في الطيران، لان دي ممكن تعمل حاجات مش هتتوقعها تماما. اما الطيارة دي بقى اعتقد لو سافرت فيها مش هتبقى محتاج تسافر اي حتة، انت مش هتبقى عايز غير انك تفضل موجود على الطيارة. ودي طيارة طيارها عصبي شوية، كان هيطير ويسيب الركاب في المطار، ولكنهم لحقوه على اخر لحظة وجابوله الركاب، بس لازم يخلوا بالهم منه طول الطريق لان الركاب لو عصبوه ممكن يرميهم عادي في اي حتة. ودي طيارة على شكل دولفين، مجرد شكلها ممكن يطمن الناس اللي بيخافوا من الطيران، بس اوعى تستهين بشكلها لانها ممكن تاكل طيارتين تلاتة جواها. ودي بقى طيارة لو شفتها مش هتبقى قادر تحدد اتجاهها بالظبط اذا كان يمين ولا شمال. اما دي بقى طيارة يا عيني من الواضح ان محملينها فوق طاقتها، تحس انهم مركبين لها طيارة فوق رقبتها، ربنا يكون في عونها بقى. ودي طيارة فضلت تاكل كتير تاكل كتير لغاية ما بقت زي ما انتوا شايفين كده، ومهما نصحناها تعمل روجين برضو مفيش فايدة. ودي طيارة قرروا يعملوا لها سقف مكشوف ومن غير كراسي كمان، ده بحيث انك ممكن تقضي رحلة سفرك كأنك في حفلة، ده حتى ان في مايوهات وحمام سباحة كمان. ودي طيارة عاملين لها سن مدبب جدا، مش عارف ليه بصراحة. ودي طيارة عم شكشك وملبسينها طاقية كمان. ودي طيارة قرروا يعملوا جناحها مايل شوية بحيث انها تبقى شبه حرف الاكس بالظبط، هتلاقيها طول ما هي طايرة هتحسها حدفة شمال شوية. ودي الطيارة الفطيرة، هي اسمها كده فعلا احنا مش بنهزر، وده لانها معمولة على شكل الفطيرة. اما الطيارة دي فعندها مهارات خاصة، بتقدر تتشقلب وتقف على ايديها ورجليها، وبتعرف تنط الحبل كمان. لو فاكر ان دي طيارة ورق من بتوع زمان تبقى غلطان، لان دي طيارة حقيقية وبيركب عليها ركاب كتير كمان. ودي بقى لما بيكون مقتنع مهندس الطيران ان المحرك اهم حاجة في الطيارة، حتى اهم من الركاب كمان. ودي طيارة اللي عملها ما كانش يعرف انه مصرح ليه بدور واحد فقط، فطلع سبعة ادوار. ودي طيارة ب26 محرك، مش عارف هيعملوا بيهم ايه كل دول. ودي بقى طيارة فضلت تطول تطول لغاية ما بقى عندها اربع جناحات، وبقت قد مدينة بحالها زي ما انتوا شايفين. وبكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وبنتمنى نكون رسمنا البسمة على وجوهكم حتى لو للحظة. ولو لسه اول مرة تشرفونا، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، وده عشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. وطبعا ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو وتشيروه لكل اصحابكم. كان معاكم محمد جابر، ونشوفكم الحلقة الجاية.